الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ورمضان كريم على حضراتكم جميعا، جميع مشاهدينا الكرام ومشاهدي برنامج واحد من الناس في كل مكان. احنا سعداء جدا ان احنا نلتقي معاكم يوميا كل يوم في رمضان. اولا بمسي على زمايلي اللي معايا في العربية اللي شغالين معايا ليل نهار، الحقيقة ربنا يكرمهم، منورين يا رجالة. صباح الفل عليكم جميعا. ايه اخباركم؟ ايه كويسين؟ تمام الحمد لله. طب الحمد لله. احنا زي ما حضراتكم عارفين متعودين كل يوم في برنامج واحد من الناس بنعمل فقرتين. الفقره الاولانيه بنلف فيها في شوارع ومحافظات مصر كلها ندور عن العمال تحديدا. وانا ليه بدور على العمال؟ انا بدور على الباني، البنا، الصانع، العامل اللي بيبني ويتعب ويشقى عشان يشيد لنا اهم المشروعات القوميه اللي موجوده النهارده في البلد. والبنا هو الاساس، هو الحقيقه، هو الواقع الجميل، هو المصري الاصيل اللي بيتعب ويشقى ويبني عشان يكسب من عرق جبينه ويبني لنا مشروعات جميله في كل مجال بقى، في الصرف الصحي، في الميه، في الكهرباء، في بناء المدارس، في بناء المستشفيات، في بناء المدن الجديده. الحقيقه ان العامل هو الاساس، صح يا جماعه؟ يعني انا بفترض كده، مين فينا عمره فكر ان اي حاجة ممكن تتم من غير ما يكون في عامل وراها او بنا وراها او صانع وراها؟ من ها؟ لا طبعا مفيش. يعني انا بتصور كده، يعني عشان كده احنا واحد من الناس السنة دي متبني وجهة نظر ان احنا نكرم عمال مصر ونقول لهم شكرا كتر خيركم. فالنهاردة احنا عندنا زيارتين. الزيارة الاولانية هنختار واحنا ماشيين دلوقتي كده مشروع مشروعات اللي بيكون فيها عمال لسه موجودين، خصوصا المشروعات اللي هي شغالة وبتتبني. والفقرة التانية بتكون في محافظات مصر مع الناس الطيبين اللي بنقابلهم ونشوفهم ونقول لهم رمضان كريم. فيلا بينا ونشوف كده. بقول لك ايه، اطلع على طول. خليه بقى نكمل على طول كده يا احمد. ها خد يمينك في هنا اظن محطه صرف صحي بتبني، اظن مظبوط يا ابو رواش كده. في ابو رواش هنا. كمل على ابو رواش لو سمحت. انتوا عارفين يا جماعه ان المحطه بتاعت ميه الصرف الصحي دي اللي احنا رايحينها دي ان شاء الله باذن الله عباره عن ايه؟ المحطة دي انت عارف دي تاني اكبر محطة على مستوى الجمهورية، بتخدم حوالي 9 مليون نسمة، تكلفتها اظن 6 مليار جنيه. المشروع ده يعني بيمكن الدولة انها تستغل المية، يعني الاستغلال الامثل وطريقة معالجتها. بتخدم بقى المنطقة دي، عارف كم منطقة؟ هنا بقى بتخدم بقى المنطقة دي، المنطقة بتاعت جزيرة محمد وطناش ومدينة الشيخ زايد ومنيا الشيحة، أظن أبو النمرس كمان. يعني الحقيقة عدة أماكن كتيرة جدا هي بتخدمها وكمان بيحصل فيها توسعات. تعالوا نشوف بقى العمال الجمال اللي بيشتغلوا هناك دول بيعملوا إيه. يلا بينا. صباح الفل. رمضان كريم. الله اكبر. كل سنه وانت طيب. كل سنه. احنا جايين نبص على المحطه جوه. ماشي يا فندم، تشرفونا. افتح لنا الله يخليك. مش في ناس شغالين ولا انتوا اجازه النهارده؟ شغالين يا فندم. طب يلا عشان نشوف. افتح. انت اسمك ايه؟ اسمي محمود. انت منين؟ من الالوبيه. طوخه الالوبيه. لحظه واحده. عندك اولاد قد ايه يا محمود؟ عندي 2. ما شاء الله. مبسوط في الشغل هنا؟ الحمد لله تمام. يعني مستوره؟ الحمد لله تمام. طيب الحمد لله. وزميلك ده بيشتغل فين؟ اللي واقف على الباب. هتقولنا كده نتعرف عليه برضه. مينا. تعالى يا مينا. هو معانا مينا ومحمود اهو. ازيك يا مينا؟ تمام. كل سنه طيب. وحضرتك طيب. وصيام مبارك عليك ان شاء الله. وعلينا جميعا. تشتغل هنا ايه؟ فرد امن. فرد امن، انت منين؟ انا من اساسا من اسيوط. من اسيوط. يعني قلوبيه واسيوط. منورين. مبسوطين في المحطة هنا؟ الحمد لله على خير. طب يعني هخش ابص على المحطة كده واشوف على الفرق. بعد اذنك. يومكم جميل يا رب ان شاء الله.
عليكم. اتعرف بحضرتك. حميد احمد غانم مدير امن كونتراك في الموقع هنا. اهلا وسهلا. اتعرف بحضراتكم. وليد عبد الرحمن علي. ايوه. مشرف تشغيل في محطه فرواش. ايوه. وماسكين تشغيل وصيانه في المحطه. المحطه دي بتعمل ايه؟ المحطه دي محطه معالجه. بتعالج 1.6 مليون لتر مكعب في اليوم، ومعالجه ثنائيه وتبقى ثلاثيه ان شاء الله. ما شاء الله. تعرف حضرتك. مهندس حسام الدين عبد الله، نائب مدير تشغيل محطه فرواش. منين؟ من اليوب. رمضان كريم. تعرف حضرتك. مهندس ايهاب همام، رئيس قسم السلامه والصحه المهنيه شركه راسكواليا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. تعرف حضرتك. مهندس ديفيد في التشغيل هنا في المحطه الجديده. اهلا وسهلا. تعرف حضرتك. عمرو عبد الحليم، فني تشغيل. اهلا وسهلا. منين؟ من العياط. من العياط. اهلا وسهلا. حضرتك. عبد الله حسن، مشرف امن صناعي في المحطه. منين؟ من سوهاج يا فندم. من سوهاج. اهلا وسهلا. تعرف حضرتك. احمد طه حضرتك. منين؟ من بني سويف. بتشتغل ايه؟ فني تشغيل هنا حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ماهر مسعد من بني سويف. بتشتغل ايه؟ فني مشغل. اهلا وسهلا بحضرتك. ابراهيم مكرم، فني تشغيل من المنيا. من منيا. وائل مكرم عطيه، فني تشغيل. اهلا يا وائل. اهلا بحضرتك. جميل يوسف من الغربيه، فني تشغيل. اهلا بحضرتك. تعالى. انت منين؟ انا من بلاد كرور. اسمك ايه؟ كرولوس تامر. اهلا بيك. حضرتك منين؟ انا من بني سويف، مشرف عام تشغيل. اسمك ايه؟ محمد سليم. اهلا بك يا محمد. اهلا بك. رمضان كريم. الله اكرم. كل سنه. الحقيقه احنا كنا ماشيين كده يعني بالعربيه في واحد من الناس، وقاعدين يعني سمعنا عن هذا المشروع الكبير، فحبينا نيجي نتعرف بحضراتكم ونقول لكم شكرا، كتر خيركم، انتوا بتعملوا عمل عظيم جدا جدا، ونسلي صيامنا معاكم كده. ايه رايكم؟ طبعا حاجه شرف يعني، عملكم يعني لمصر كلها. واحنا انت عندك اولاد قد ايه يا محمد؟ ايه؟ اولاد قد ايه؟ عندي ثلاثه. مين ومين ومين؟ ماجده 14 سنه، سليم 12 سنه، علاء او سيف ده سنتين ونص. هتفطر معاهم النهارده؟ اه طبعا ان شاء الله. بتروح فين بقى؟ ايه؟ ده مسافه بعيده ولا لا؟ لا لا مش بعيد، انا ساكن في حلوان بس. الاساس من بني سويف يعني. بس وساعات تفطروا في الموقع هنا؟ اه طبعا. في عندنا شيفت مورنينج ونايت، دول مقسومين على مجموعتين، بيفطروا هنا. طبعا الشغل هنا يعني ده عمل عظيم الحمد لله، كله بيخدم فيه، فما ينفعش ان احنا ندخل على المحطه او بغض النظر عن حاجات كتير، بس الحمد لله يعني مبسوطين. اه طبعا. نشتغل في مشروع طبعا شرف لاي حد نشتغل فيه، مشروع كبير بيحقق اهداف كبيره المشروع ده. طبعا يا فندم. اول حاجه طبعا، بس اهم حاجه فيه العامل. اهم حاجه العامل، وانا بصفتي رئيس قسم السلامه والصحه المهنيه من اهم الحاجات اللي بهتم بيها سلامه العمال. زي ما بنهتم بانجاز المشروع بنسبه 100% وبنجاح كامل، بنهتم بسلامه العمال والحفاظ على صحتهم. من ضمن السلامه دي السلامه النفسيه والسلامه الاجتماعيه، وان شاء الله طبعا حضرتك تسالهم وتاكد من حاجه زي كده. عندك اولاد ايه؟ عندي 5 اولاد. مين هم بقى؟ روان وحمزه ويوسف ورؤية وغاده. ايه ده ما شاء الله. انت منين قلت لي؟ من العياط. من العياط. ونفسك بقى يطلعوا ايه ولادك؟ دكاتره ومهندسين ان شاء الله. دكاتره ومهندسين ان شاء الله. ليه؟ امنيه حياتي كده ان شاء الله. ربنا يا رب كده يحقق لك. تيجي كده على الفطار كده تقول يا رب عايز ايه؟ اتمنى ايه؟ بتمنى عيالي يتعلموا كويس. شعورك ايه وانتوا كلكم شغالين في مشروع كبير كده؟ مشروع انا بحس انه مشروع قومي يعني مهم. تحس بايه؟ شعوري مرتاح نفسيا ان انا بادي عملي كويس وفاهم شغل. ربنا يوفقك. طب انا يعني اقربوا كده يعني هقول لكم شويه فوازير زي بما اننا في رمضان. مين الفريق اللي كسب في كاس الامم الافريقيه في عام 98؟ مصر. طب مفكر شويه. مصر. مصر. حد ليه راي تاني؟ بوركينا فاسو. بوركينا فاسو. هو اللي قال بوركينا فاسو. بوركينا فاسو. حد ليه راي ثالث؟ مصر. مبروك، انت فزت معانا باول جايزه 2000 جنيه. شكرا. طيب بمناسبه ان مصر فازت في كاس الامم الافريقيه 98، هل تعرفوا مين المدرب اللي كان بيدرب منتخب مصر في الفتره؟ كابتن. انت مذاكر، انت مذاكر على طول، مذاكر على طول. لا كلنا كويره هنا. ها ولا كلكم كويره هنا يعني؟ ها. طيب يا سيدي، وادي 2000 كمان هديه مننا ليك عشان قلت كابتن جوهري. طيب في مشروع كبير جدا بيتعمل في الجيزه، المشروع ده عشان الاثار. متحف المصري. حاجه محترمه جدا عظيمه البلد. اكيد المتحف المصري ولا في حاجه تانية؟ اثار يا فندم ودعايه. المتحف المصري وفي المونوريل المشروعات العظيمه. المتحف المصري. مبروك يا سيدي، وادي 2000 جنيه هديه من البرنامج ليك. احنا في رمضان عاملين مسلسلات كتير بنتفرج عليها،
في مسلسل في رمضان بيلعب بطولته النجم كريم عبد العزيز. في حد ليه رأي تاني؟ كريم عبد العزيز. بس مش اسم تاني المسلسل؟ لا اسمه الحشاشين. طيب يا مبروك 2000 جنيه. الله يبارك لك شكرا. ألف شكر. الله يخليك. في لاعب مصري شهير جدا جدا الحقيقة وخد لقب أفضل هداف الدوري الإنجليزي. محمد صلاح. لا ما فكروا شوية. محمد صلاح هو اللي أكيد. محمد صلاح تعرف عليك. سعيد محمود سعيد. مبروك يا محمود سعيد 2000 جنيه. الله يشكرك. احنا عطلناكم؟ كل سنه طيبين ورمضان كريم. احنا جايين بس عشان نقول لكم احنا بنحترمكم وبنقدركم وبنحترم كل عامل وكل مهندس وكل فني بيبني في البلد دي في عز نهار رمضان. مسلم مسيحي كلنا صايمين وكلنا بنشتغل بايد واحده فده في حد ذاته شيء جميل ومحترم. بشكركم جدا جدا وانا فخور ان انا كنت مع حضراتكم في محطه الصرف الصحي اللي موجوده في ورواش. وبشكر جدا الساده المديرين والناس المحترمين اللي موجودين اللي كلنا يعني واقفين جنب بعض في ايدين بعض. اشوفكم على خير. رمضان كريم. السلام عليكم. وزي ما شفنا احنا النهارده كنا في الفقره الاولى عندنا في البرنامج في مشروع جميل جدا مشروع الصرف الصحي ابو رواش. العمال هم اللي بيشغلوه وهم اللي بيعملوه هم اللي بيبنوه. لهم مننا كل احترام. كل عامل في مصر ليه مننا كل احترام وتقدير. هم دول بنات وصناع مصر ان شاء الله. نكمل مستمرين معاكم في واحد من الناس بعد الفاصل فقره اخرى جميله في احدى محافظات مصر. تابعونا. واحد من الناس في رمضان بيقدم رسائل طبطبة على قلوب جميلة للناس حلوة محتاجة حد يقولها احنا معاك. بيقدم رسائل محبة بتقول انت مش لوحدك احنا معاك. ولما بنشوف الناس الحلوة دي من خلال جولاتنا في محافظات مصر وشوارعها وفي القرى بنفرح بيهم وبقلوبهم البيضة ومشاعرهم الراضية ونفوسهم الطيبة. بنحس ان رسالتنا وصلت لما بنلاقي اللي قابلناه فاز معانا بمبلغ بسيط ممكن يحقق له جزء من احلامه وامنياته. تعالوا نشوف النهارده صاحب القلب الطيب اللي هنسعده. هاتوا كده. ممكن تركن لحظة واحدة؟ ما تخافش. السلام عليكم. ازيك؟ انا اسمي عمرو الليثي بشتغل مذيع. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا شايفه كده ماشي. اول كل سنه طيب رمضان كريم. انت طيب يا باشا وان شاء الله ايام مباركه عليك ان شاء الله. ربنا يخليك. اتعرف بحضرتك. اسمي علاء. علاء ايه؟ علاء خليل. وبتشتغل ايه سيادتك؟ زي ما انت شايف على الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. متجوز حضرتك؟ ايوه. عندك اولاد؟ عندي 4. ما شاء الله. مين ومين ومين ومين؟ احمد ومحمد ودنيا وندى. بيدرسوا؟ بيدرسوا. سنه كام وكام؟ احمد الكبير في الكليه والصغير برضو في الكليه. واحده في سنه وواحده لسه ما دخلتش. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يفرحك بيه. بتشتغل ايه حضرتك بقى؟ بتعمل ايه؟ بنلقط رزق زي ما انت شايف. بتنقل بقى حاجات دي ولا دي عباره عن ايه؟ حاجات بلاستيك كلها؟ بلاستيك والله بنسترزق منها. بتوديها فين بقى؟ بنوديها للمخازن تشتريها منه. ما هو كل يوم برزق. يعني بتجيب الحاجات دي منين؟ من السنه دي. عايش ازاي؟ كل يوم برزق. بتقول يا رب كده على الفطار ايه؟ نفسك في ايه يا رب؟ ايه
قول يا رب استرها معانا. أنا طالب الستر بس. يعني بتفكر في ايه؟ شغل بالك بايه؟ نفسك في ايه لعيالك مثلا؟ كل واحد فينا دايما يبقى مهموم بولاده اكتر ما يكون مهموم بنفسه. والله الولد الكبير تعبان واقول ربنا يشفيه. بس. عنده ايه؟ عنده سرطان. اه والله. وبيتعالج بقى له سنتين وربنا يشفيه. بتعالجه فين؟ في المعهد الاورام. عنده سرطان فين؟ في الدم. في الدم؟ حبيبي. عنده كم سنه؟ 21. ما انا بقول لك في الكليه. اه كليه التجاره. بس انت راجل قنوع. الحمد لله. وراضي. الحمد لله عليك. لما شفتك كده قلت الراجل ده فيه حاجه جميله. الحمد لله عليك يا رب. طب بتقول يا رب عاوز ايه؟ نفسك في ايه؟ احنا اخوات يعني ندردش مع بعض. والله يا ريت ربنا بس يسدد الديون اللي عليا ونقول الحمد لله على اللي يجيب ربنا بس. عليك ديون قد ايه؟ بتاع 15,000 عشان ما اكذب. في تعبت الواد ده استلفت كتير. في ترابيه واجي واروح بودي واجي وربنا يسدد اللي علينا. وعارف تسدد؟ والله بحاول. بحاول على قد ما اقدر. انت راجل كريم وراجل جميل. ربنا يخليك. وانا الحقيقه شفتك كده والقلوب عند بعضها. ربنا يخليك. فاسمح لي يعني انا بعمل برنامج واحد من الناس على قناه الحياه. اسمح لي ان انا اهديك هديه بسيطه جدا ب 5000 جنيه هديه من البرنامج. ربنا يخليك. ربنا يزيدك. ربنا يعلي مراتبك يا رب. بدك تفتح الظرف تتاكد الفلوس. ربنا يخليك. ربنا يعلي يعني مراتبك. ممكن يكون ال 5000 دول يسددوا جزء من المبلغ اللي عليك. يا والله العظيم ده والله العظيم فضل من عند ربنا. والله العظيم فضل من عند ربنا. الحمد لله. الحمد لله. طيب انا همشي. مش عايز اي حاجه ثانيه. ربنا يخليك. والله اي شيء. والله العظيم ما عارف اقول لك ايه. وكتاب الله ما عارف اقول لك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. رمضان كريم عليك. ربنا يخليك ان شاء الله. الله اكرم على ودايلي ودايلك. يا رب يا رب يعلم مراتبك انت واللي معاك وكلكم يا رب. ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك يا رب. عايز حاجه؟ ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. زي ما شفنا يعني قصه جميله. الواحد بيكافح على لقمه عيشه. بيشتغل شغله بسيط على تريسيكل عشان خاطر يصرف على ابنه اللي عنده سرطان في الدم وثلاث عيال تانيين. يعني الحمد لله ربنا اكرمنا ويا رب يكرمكم وتعملوا خير زينا ان شاء الله. واحنا مستمرين معاكم. واحد من الناس رمضان ان شاء الله بالفطار. السلام عليكم. ايه رايكم في الحاله دي يا شباب؟ ايه؟ جميله جدا. حسيت بايه يا احمد؟ شيل الوصله من محمد. لا حسيت انه راجل عفوي قوي وعلى طبيعته وراجل كويس بصراحه. يستاهل. طالع على شغله يستاهل كل خير. حسيته بايه يا اولاد؟ الراجل مكافح جدا كفايه بيعلم ولاده. يعني مكافح فعلا بيعلم ولاده الاربعه وعنده واحد عنده سرطان ودخله كله يعني يمكن ما يقدرش يغطي الدين العالي. الحمد لله ربنا اكرمنا بيه ان شاء الله. جبرت؟ جبرت. نروح؟ نفطر في بيوتنا النهارده؟ ان شاء الله. بس لسه احنا قدامنا ساعتين سفر قبل ما نرجع. يلا على بركه الله. ليه حد في طريقنا يا دكتور؟ يلا على بركه الله.